السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بقول لحضراتكم في المقدمة، لعب في الوقت الضايع صعب جدا، وتفجير منظومة البيروقراطية بقى واجب ومش عيب لو غلطنا، بس الأساس يكون الإصلاح، والإصلاح الآن. محتاجين ثورة إدارية، محتاجين ثورة في الفكر، محتاجين إننا نشوف إحنا بنعمل إيه غلط والناس بتعمل إيه صح، ونعمل الصح اللي الناس بتعمله أو الصح اللي خارج مننا. محتاجين إننا نشوف الحاجات اللي عندنا فعلا ماشية صح وندعمها، والحاجات اللي ماشية غلط وننسفها نسفا. مفيش وقت ولا في فرصة تانية ممكن تجيلنا سانحة زي اليومين دول. يومين مليانين تحديات، لكن مع التحديات تأتي الفرص. ده مش قول حكيم وكلام كده من اللي بيتقال في الكتب أو ندور عليه على الإنترنت، ده كلام حقيقي. لما بيكون في تحديات كبيرة قدامك، تبقى قدامك فرصة ان انت تتعامل مع التحديات دي وتطلع كسبان. ازاي نطلع كسبانين في الفترة اللي جاية في وسط الظروف الصعبة العالمية والإقليمية والمحلية وظروفنا دي كلها، وممكن نطلع تخيلوا كسبانين؟ هنحاول نتعرف على ده مع الصديق العزيز سيادة النائب محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية. أهلا بك.